النهارده هعمل لكم ديزرت خفيف لطيف، اي حد يقدر يعمله لانه سهل جدا وفي ناس كتير بتحبه، وخاصه عشاق مذاق القهوه لان الديزرت ده هيبقى بطعم الكافي. عشان هتشوفوا حاجة خطيرة. عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليل دي أو غموعك، يلا بينا هنعمل إيه؟ دم دمتك للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقول لك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. يا مساء الفل والسعادة على كل الناس اللي بيشوفونا، يوم جديد وطاقة إيجابية وعيش سعيد، وإن شاء الله كده يبقى سعيد على كل الناس اللي بتشوفنا واللي بيتابعونا واللي حتى مش بيتابعونا، إن شاء الله دايماً كلنا عايشين في سعادة. مساء الفل يا لولو. ازيك يا سهى؟ عاملة إيه؟ مساء الفل على كل الناس الحلوة اللي بتشوفنا، يوم جديد وعيش سعيد كده، ويا رب دايماً عايشين في سعادة وطاقة إيجابية. دايماً أنتوا عارفين حلقة يوم الجمعة بتبقى مميزة قوي قوي عشان بنطبخ فيها وبنتكلم وبندردش، وبيكون عندنا طبعاً ضيف مميز جداً، وبيكون عندنا أهم من ده كل طبخة من إيد ست الهانم سوا. سهى اللي عليها الدور النهارده يا جماعه ان هي تقف في المطبخ وان هي تورينا ابداعاتها، وبصراحه انا كلينا بتبسط جدا وبستنى الحلقه اللي سوا فيها تطبخ، لان هي بصراحه يعني ان جينا للحق بقى نقول كلمتين بصراحه، هي بتعمل حاجات لطيفه جدا وسريعه وفيها طعم طعمه كده. ازيك يا سهى حبيبه قلبي؟ انت تعملي لي النهارده، انا سامعه حاجه طلياني جامده انا بحبها، ديزرت كمان فده احلى. لا انت اعلني عنه عشان انا مش مشغوله. طيب يا جماعه، سهى تعمل لنا تيراميسو. الناس اللي ما تعرفش التيراميسو او ايه هي، هي اصلا ديزرت اصلها ايطالي، هي بيبقى داخل فيها بسكوت مع قهوه مع كريمه. طبعا هتعرفوا تفاصيل اكتر من شيف سهى لما تيجي تعملها، هتعرفكم التفاصيل اكتر، بس هي ديزرت لذيذه قوي، وسهى كمان مراعيه ان انا عامله دايت فعاملها لي لايت. فبشكرك طبعا يعني على راسي يا باشا والله المجهود الحلو ده، وانا متحمسه جدا عشان ادوق التيراميسو من ايد سهى، او كيكه القهوه يعني، او كوفي كيك من ايد سهى. طب النهارده زي ما لينا قالت لكم كده ان يوم الجمعه بيبقى عندنا الاكله والاخبار وكل الكلام ده، بس كمان هنتكلم في موضوع مهم، هو موضوع الضيوف. كل واحد كده بيبقى عنده انواع ضيوف في حياته، او هو شخصيا لما بيروح لحد ضيف بيبقى اي نوع من انواع الضيوف دي. في ضيف بيبقى بيجي لك فجاه يطب عليك كده من غير لائحم ولا دستور، وفي ضيف تاني بيبقى زي ما بيقولوا العشم واكله قوي وتحس ان هو في بيته، بيجي يقعد بالساعات يمسك الريموت هو اللي يقلب وهو اللي يختار كل حاجه، يدخل يفتح الثلاجه، يعني يتعامل البيت بيته قوي. وفي ناس تانيه اللي هو زي يقول لك الضيف المجنون نون ياكل ويقوم، اللي هو يا دوب انا جيت الزياره انتوا عازميني على العشاء على الغدا سلام عليكم باي باي، انا ما عنديش وقت يا جماعه ما تخنقونيش. فده برضو من انواع الضيوف، هنعرف احنا من اي نوع من انواع الضيوف دي، وكمان هنعرف راي الناس في الشارع. كمان عندنا موضوع وهننزل بقى في قلب الحدث، بقى ننزل في الشارع معاك ونتكلم فيه، وهو كان في جمله كده اهالينا بيقولوا لنا سخيفه قوي من ايام المدرسه وحتى كملت معانا للجامعه، المذاكره ما بتخلص. لا يا حبيبي انت وهو بتخلص، وعلى فكره كبرنا وعرفنا ان هي ممكن تخلص صباح الفل عادي. فهننزل نسال الناس، هل يا جماعه المذاكره بتخلص ولا بتخلص، وهل فعلا على حسب حبنا للماده؟ يعني ممكن نخصص ساعات اطول لماده احنا بنحبها ونكروت كده ونطلصق يلا هوبا للي كده في اي ماده احنا مش بنحبها ونحاول ننجز فيها ولا لا؟ واهم من ده كله، انا عايزه اعرف بس من الناس، هل المذاكره بتخلص ولا بتخلص؟ يعني انا مش ههدى ولا يرتاح لي بال الا ما اعرف هي بتخلص ولا لا.
وكمان النهاردة هينورنا ضيف عزيز علينا كلنا لأنه هو زميل إعلامي معانا إذاعي خطير، كمان يكون زميل للينا وإيهاب لأنه هم كمان مذيعين في الراديو، ليه وجهة نظر، صاحب فكرة، مثقف، دمه خفيف، قعدته حلوة، هتستمتعوا إن شاء الله معانا بلقاء لطيف جدا مع الإذاعي محمد فهمي. ايوه محمد فهمي طبعا بوجه له تحيه من قبل ما يجي لنا على انه بجد مميز جدا، وان شاء الله كده الحلقه تعجبكم وتستمتعوا، وطبعا لازم يعني تاخدوا الوصفه اللي سوها ان شاء الله تعملها النهارده عشان تعملوها في البيت وتستمتعوا بيها. وانا بقول لكم يا جماعه بص انا عماله صايد فيكي النهارده عشان تعملي تقولي ان انا بقعد اضايقك واتريق عليكي كل مره، اهو بصياتك بتتريقي وفي الاخر بتقولي ان هو حلو وبتاكليه ويعجبك. ما هو انا بقول انت في الاكل ما فيش يوم مرحميني، جامده بصراحه يعني، معني ما بحبش اليوم ده، مع انها ما بتحبش الوقفه بتاعت المطبخ بس سواها لما بتقف بتقف يعني. ان شاء الله تتبسطوا بحلقه النهارده، بس خليكم معانا ما تروحوش في اي مكان عشان نكمل حلقتنا في عيش سعيد.